عند الفجي الظاهر. هذا مختص في مازن طبعا. تفضل يا مازن. وهذا غواصنا البطل. هذا السيارة الاف جي اللي كانت غرقانة في الهاف مون. الله. طبعا صاحبها الله يصلحه وقف قريب على طعس على البحر وما احتاط للبريك او الهند بريك ودحدرت ونزلت في البحر. الحمد لله انه فتح الباب ونزل قبل ما تغرق السيارة. مش هذه بالضبط يا مازن. لكن هذا اول ما حصلتها على طول صورتها وحطيت العلامة اللي قلت لك. نعم. ذكرت اسمها اس ام بي. نعم. على اساس تحديد موقع السياره. يا سلام. نعم. طبعا كرر كانت على عمق تقريبا 7 متر. المنطقه سبحان الله واجهنا سرب من الجليفش اللي هو قناديل البحر. أوه. كميه كبيره جدا. يعني لذلك اهتمينا بلبس الملابس اللي تكون كم طويل ورجل طويله وغطى للراس. هذا اول ما نفختها. ارتفعت فوق للسطح على اساس انه تحديد منطقه غرق السياره على اساس نبدا في ربطها بشكل قوي وسحبها. طبعا اخرجنا السياره على مرحلتين من القاع الى سطح الماء وبعدين من سطح الماء الى فوق الطعس اللي جنب البحر. وبعد المرحله الثالثه انزالها للارض القويه او العزاز عشان يحملونها على سطحها. طبعا تم اعطاء صاحب السياره بعض التوجيهات ما يشغل سيارته يوديها على أي ورشة يفكون الماكينة وكذا ويغسلونها بعدين يرجعون يركبونها ويشغلونها على أساس يسلم على الماكينة ما تخرب. جرب بوكسات ولا نعم. في فيديو الظاهر غيره عشان الكرة عندك في المرمى. نعم. طيب القناديل هذه دائما كل يشتكي منها، إيش ضررها على الإنسان؟ القنديل هذا كائن من الكائنات البحرية. نعم. يحمي نفسه هذا القناديل. شوف كانت مليانة. يحمي نفسه من اللي يعتدي عليه من خلال إفراز مادة على أساس أنها تسبب حكة كيماوية حساسية للشخص اللي يعني بيدي فالضايقة. طبعا هذه القناديل ما هي ضارة النوع هذا. الأنواع اللي يعتبر خطر الحمد لله ما هو موجود عندنا في الهاف مون، موجود في بعض المناطق في الخليج وموجود في البحر الأحمر، لكن خارج المملكة أكثر. موجود في البحر المتوسط يقول شريف. نعم. بعضه يصير شيخ الكنترول يقول إنه في مصر. نعم. هذا أقول لك الخليج فيه قليل، البحر الأحمر فيه أكثر، والبحار الأخرى أو المحيطات فيها أكثر وأكثر. أكثر وأكثر. اللي تكون دائما رجولها طوال وفيها خطوط لونها أزرق غامق هذه تكون لاسعة بشدة. الله. احيانا يعني مجرد انها تلمس الجلد تسبب حروق فوريه. اما هذا النوع من القناديل الحمد لله يعني ما تعتبر خطره، والاسعاف الاسعافات الاوليه حقها بسيطه جدا، مجرد اني اخذ من مويه البحر واغسلها وتزول باذن الله. لكن المفروض ان ما حد يتسبح في المحلات اللي فيها قناديل. يفضل اني ابتعد عنها بقدر يمكن المستطاع. في حساسيه مثلا المضاده ويتسبب مضاعفات. اللي عندها الجلد حساس بزياده يتعب منها. تأثيرها برضو على المصانع أبو عبد اللطيف اللي هون الشباب. نعم. سحب لما تسحب من تحت. صحيح. خاص عندنا حنا. صحيح. تجي إنذارات سابقة عليها. نعم. أنا من ضمن الشغل اللي أنا أشتغله في أعمال الصيانة في البحر يسمونه كوميرشال دايفر أو الغواص التجاري. أذكر كنا نشتغل في أحد المحطات وذاك اليوم ما عندنا شغل، قالوا ممكن تمشون شوي. اتصلوا علي قالوا ترجع الآن. في سلامات. قالوا سرب جلي فش عدى ودخل في المكاين وسكر علينا المكاين. فالحمد لله رجعنا وأزلناها بشكل سريع إلى أن زال الخطر، وبعدها الحمد لله تم إكمال عملهم بشكل. أي طبعا ما خليناك طائر إلا عشان عندك فيديوهات كثير. نعم. هذا الطعس اللي على البحر. هذا نفس المهم. طبعا الحمد لله كان معي اثنين من الغواصين التابعين للحرس الحدود. ما شاء الله. يعني ما شاء الله تبارك الله كانوا مبدعين الله يعطيهم الصحة والعافية. والمهمة دائما احنا لما تكون في البحر تحت إشراف مباشر من حرس الحدود لأنها تحت إدارتهم من ناحية أمنية. هذا شوف كمية القناديل ما شاء الله تبارك الله. لها موسم هي القناديل ولا؟ تقريبا في بعض المواسم غالبا يعني في آخر الشتاء تبدأ في الانتشار. وعلى فكرة مهمة جدا للبيئة البحرية القناديل.
تعتبر غذاء رئيسي للسلاحف وبعض الكائنات البحرية. المخرج يقول الكمية يعني كبيرة جدا جدا صحيح. جدا جدا كبيرة. وفائدتها ليش تقول؟ بعض الكائنات البحرية مثل السلاحف تتغذى عليها. لذلك دائما نقول لا ترمي الأكياس في البحر، لأن السلاحف أحيانا تعتقد أنها قنديل وتاكلها وتسكر معدتها وتموت. الله المستعان. مثل ما نقول لا ترميها كذلك في الصحراء، تيجي بعض الحيوانات مثل الإبل والغنم ويأكلونها وتسبب في قتلها. هذا المرحلة الأولى. خلنا نقول المرحلة الثانية بنبدأ فيها، طلعناها من القاع إلى السطح، الآن من السطح إلى فوق الطعس. كانت من أقوى المهمات هذه عندنا، يعني من الصبح لين الظهر. دائما نقول للمتنزهين بالقرب من البحر أو أي مسطحات مائية خذوا الحذر. هو وقوعها كان يعني إهمال في الهند بريك ولا تقريبا يعني وقفت وكان الطعس مايل بزيادة وما سحب الهند بريك فدحدرت، ومع السوالف هو يا خويه يبدو أنه رفع رجله من البريك وما درى أن السيارة دحدرت، ما قدر يسيطر عليها. والقاع قريب من الطعس، الهرمون عندنا مشكلة، بعضها قريب أمتار بعضها لا مباشرة، هذا مباشرة صحيح إلى 7 متر لأن الطعس باني على البحر. وزين ما وجد أعمق من ذلك. الحمد لله. لا منطقة الهافمون بشكل خاص العمق، يعني أنا نزلت شاركت في أكثر من مهمة في الهافمون، ما أذكر أني حصلت أكثر من 9 متر في الهافمون. ما شاء الله. في مناطق أخرى مثل الجبيل تصل إلى 30-40، في 90 متر في الخليج العربي، في أكثر، لكن المنطقة هذه كانت 9 متر، لكن منطقة السقوط كانت 7 متر. طيب يقول يعني الطيار وهمة الطيار، عايش ايش عندك انت تقدم لنا؟ تقدم عمرك اتمنى من اخوياي الطيارين اللي يسمعوني من هذا المنبر الانضمام لفرق البحث والانقاذ، ان في حاجه لهم. الله اكبر. يعني هي هوايه، اجمع الهوايه مع الاجر. الله، وهذا شيء حلو. يا سلام. وان شاء الله انهم ملبين هذه الدعوه بحضوركم. واتمنى طال عمرك يعني عاجلا نعم ان الفرق في حاجتهم يعني بشكل كبير. نعم ابو تفضل. عليش طلبك اللي عندك قصيده قصه اي شيء في الفريق او شيء، وبعدين عندي سؤال برضو قبل انك تجي. يعني هل هذا العمل الخيري اللي انتم قايمين به والعظيم هذا والعظيم الله سبحانه وتعالى رغبه بعد التقاعد او دافع من انفسكم لطلب الاجر من الله سبحانه وتعالى؟ ما فينا متقاعد الا ابو عبد العزيز. ما شاء الله. يعني اذا كلكم مرتبطين باعمال وكل شيء. مرتبطين باعمال. الله يبين لك اجرين اجل. باعمار متفاوته. نعم. ابو عبد العزيز شاب، هو اصغر يعني اكبركم قيمه واصغركم عمرا. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يرضى عليك. انا اشهد شبك احد انا زي يعني كذا قريب من المستوى. معنا شباب صغار توهم بالمراحل المتوسطه والثانويه. تمام. عندهم من الخبرات ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله تبارك الله. سؤال بس لو سمح لي. تفضل تفضل. في منصة خاصة فيكم تسجيل مثلا متطوع جديد أو؟ طبعا طريقة التسجيل، انت طرحت سؤال ممتاز. يعني طريقة التسجيل الكرت نفسه له وجهين. الوجه الأول فيه رقم اللي هو 0502-787-39، هذا رقم الكنترول استقبال بلاغات، أي بلاغ أي استفسار عن أي استفسار عن الفريق أو انضمام للفريق، خلف الكرت في رقم اللي هو 055-15-88-411، تواصلوا معه وهو إن شاء الله بيقوم بالواجب. أي استفسار أي معلومات عن الفريق بيرد عليكم. انضمام برغبة، بالعكس الأجر ما هو محصور على فريق المحترفون أو الأفرقة معينة، أي شخص يقدر ينضم ويمارس نشاطه أو خبرته ومننا نستفيد برضه. الرقم على الشاشة بيض الله يجزيكم. هذا رقم الكنترول صحيح. نعم. هذا المخرج الممتاز اللي يتابعنا ويساعدنا ويظهرنا. نعم. على كل شيء. نعم. قلت لي والله أنا أتكلم موقف عني أنا. أسلم. أنا متقاعد لي أكثر من 6 سنوات. من على علم أن نشوفك ما شاء الله باقي ما شاء الله. الله يحفظك. مبكر مبكر. إيه.